سؤال عن طبعا جنس القميص والخطافة والفستان الذي يقسم بالنسبة للجنس البالغة، ما هو حكم ذلك في البيت؟ ما أدري ما الذي حمل السائل على تخصيص الحكم بالبنت ولو أنه قيدها بالبالغة، والبالغة المتزوجة والأم المتزوجة ذات الأولاد في هذه القضية طبعا لا فرق فيها، الحكم واحد بالنسبة أولا للبالغات كلهن، فلا يجوز لهن أن يلبسن في بيوتهن ما من الثياب ما يصف عوراتهن، كانوا بنات بالغات او متزوجات او امهات، كل ذلك لا يجوز، بل لا يجوز للشباب ايضا وللرجال جميعا ان يلبسوا من الثياب الضيقة في بيوتهم، لأن أيضا شرط لباس الرجل الذي يستر به عورته أن لا يكون هذا اللباس شفافا ولا ضيقا يحجم. الحكم واحد بالنسبة للرجال والنساء، وأهتملها فرصة لا سيما والمؤذن يؤذن لأروي لكم حديثا يعتبر معجزة علمية غيبية من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كأنه يصف لنا ما نراه اليوم في بعض الأحيان في بعض المناسبات. ذلك الحديث وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يكون رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال، يركبون على سروج كأشباه الرحال هي السيارات، ينزلون بها على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات مائلات مميلات، لو كان بعدكم أمة من الأمم لخدمتهم نساؤكم كما خدمتكم نساؤهم. هذا حديث من عجائب حديث الرسول عليه السلام: لا تقوم الساعة حتى يكون الرجال يركبون سروجا كأشباه الرحال، الرحل الذي يوضع على الجمل ويوضع على الهودج وممكن ركوب عليه عديد من الأشخاص. هؤلاء رجال يقول في تمام وصفهم ينزلون على أبواب المساجد. انظر اليوم حالتين ينطبق هذا الحديث عليهما تمام الانطباق، إحداهما أوضح من الأخرى. تجد الجنازة تخرج من بيتها على السيارة، والسيارات المشيعة زعموا خلفها إلى باب المسجد، تنزل الجنازة من السيارة ويدخل معها أفراد من المسيارين والجمهور على باب المسجد، الجنازة وجنازة ينزلون على أبواب المساجد، ما بال هؤلاء الرجال أشباه الرجال، كيف يكون نساؤهم كاسيات عاريات مائلات مميلات، في حديث آخر رؤوسهن كعصفورة البحر. في هذا الحديث لعلي فاتني أن أقول نساؤهم كاسيات عاريات العلوهن فإنهن ملعونات، لو كان بعدكم أمة من الأمم إلى آخر الحديث. الشاهد فهؤلاء رجال مع الأسف محسوبون علينا مسلمين، رحمة الله.
يخرجون على السيارات لتشمير جنازة، لا يدخلون المسجد ولا يعرفون المسجد، يجلسون على سياراتهم ينزلون بها على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات، إلعنوهن فإنهن ملعونات. لو كان بعدكم أمة من الأمم، شو معنى هذا الكلام؟ لو كان بعدكم أمة من الأمم لا خدمتهم نساؤكم يا معشر المسلمين كما خدمتكم نساؤهم. هنا في إشارة إلى أن كما أن الرسول عليه السلام هو خاتم الأنبياء فأمته أيضا خاتمة الأمم، ولذلك فهو نبي الأمة كلها، والأمة الأمة المحمدية باعتبار أنه أرسل إليها تنقسم إلى قسمين، أمة الدعوة وأمة الإجابة، وما أرسلناك إلا كافة للناس، فهو مرسل للناس جميعا، فهم مدعون جميعا إلى الإيمان به عليه الصلاة والسلام نبيا رسولا. فباعتبار أنهم مدعوون فهم أمة الرسول عليه السلام، فالإضافة هنا إضافة دعوة، لكن منهم من يستجيب كما هو شأن المسلمين، فهم أمة الإجابة، فليس بعد أمة الرسول عليه السلام أمة أخرى. فيقول لو كان بعد الرسول عليه السلام أمة، لو كان بعدكم أمة الرسول عليه السلام أمة، لكانت هذه الأمة تستعبدكم وتسبي نساءكم ويستخدمون نساءكم كما أنتم خدمتم من نسائهم من قبل، ولكن إن شاء الله تبارك وتعالى رحمة لهذه الأمة أن تكون هي خاتمة الأمم كما شاء لنبينا أو لنبي الأمة أن يكون خاتم الأمم. قرصة قول خاتم الأنبياء، قرصة قول أن لبس الألبس الضيقة على العورات سواء عورات الرجال والنساء هذا لا يجوز في الإسلام، وإذا شكونا ضعفنا وذلنا وهواننا مع كثرة عددنا فتذكروا أننا لو كنا مسلمين حقا لنصرنا الله تبارك وتعالى. فالعلاج سهل وصعب، العلاج هو أولا أن نفهم ديننا فهما صحيحا، وهذا ما نزل دائما وأبدا في دروسنا، وثانيا أن نعمل بهذا الذي نتعلمه ولا نلقي بعلمنا وراءنا ظهرية، وإلا فسنجر نتأخر ونتأخر ونجل حتى يأتي ربنا عز وجل بالهداية، فنستحق لذلك رحمة الله ونصر الله تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين.